ادي على طول احد اللعيبه اللي ضاقت يعني الفقر والجوع في جميع انحاء العالم. الجبل الاسرى ثاني ثم العرضيه خطيره جدا المهاره، هوبا يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام لو لمس هنا ابو تريكه. ادي محمد ابو تريكه بقى الشخصيه العربيه اللي بتشارك النهارده الان، مع الانتظار ان شاء الله بمشاركه النجم العربي السعودي الجميل سامي الجابر، احد فرسان الكره السعوديه، احد نجوم الكره السعوديه، احد نجوم الاخضر السعودي الشفيق. على طول هنا محمد ابو تريكه صاحب القميص رقم 16 واخد الحلول بقى النهارده، ودي ضغط على كورته كويس. ادي ابو تريكه عاوز يكون انا موجود، يبحث العرضيه بيدور على رونالدو، رونالدو ابو تريكه، ابو تريكه ورونالدو، الحلم القادم بقى النهارده رونالدو يبحث عن عرضيه ابو تريكه، انما الاستحواذ لسه موجود مع فريق رونالدو. ثم الاماميه تاني دور على كورته وياخد على طول ضربه. يلا يا رونالدو العدل انت واصدقائك امام اصدقاء زيدان. ابو تريكه ادي ابو تريكه وانتقال واستحواذ رائع وجميل في الثلث الاخير لدى فريق زين الدين زيدان. ينطلق على طول ابو تريكه، ليلتك يا ابو تريكه، ممكن ممكن، اوبا العرضيه يا راجل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، انما ما قراش ما راحتش زي ما هو عايز، عمل مهاره جميله. ادي اللغه العربيه، ادي اللغه الاسبانيه، ادي الثقافه. فريق رونالدو يخرج يعني العمليه كده متعاونه، هاته خد سريعه جميله جدا ابو تريكه العرضيه دلوقتي، العرضيه يسند ابو تريكه يلعب لتحت يا ولد، لو راحت يا سلام لو راحت، عاملها والله بمهاره، انما ادي استحواذ الى ابو تريكه. ادي بيدور على الثلث الامامي هنا فريق رونالدو، عندي احساس ممكن يعدله وضع والله، سلو باس وابتكار حركه جميل، ممكن ممكن الثاني، هوبا يا ولد يا ولد يا ولد، بدا يهدد كده مرمى فريق زيدان. ادي القوه، ادي الانطلاقه والابتكار، ادي تشاو واخد الكره ببطن القدم الايسر، انما على طول تشاو الجبل اليمنى عرضيه ثاني، عرضيه ابو تريكه ابو تريكه ابو تريكه. ادي محمد ابو تريكه كان لسه مشارك على فكره في بطوله العالم للانديه مع النادي الاهلي، بطوله اللي كانت مقامه في اليابان. ادي ابو تريكه، ادي العرضيه هنا واخد تعليمات كويس، واخد الراس هنا انما عليت منه شويه، عليت منه شويه تخرج زي ما حضراتكم شايفين على طول ضربه مرمى. اضغط على كورته تاني، اماميه طوليه ببطن القدم، ابتكار وانتقال، ممكن ممكن ابو تريكه، ممكن ابو تريكه، فائت العمليه مع فريق رونالدو. ابو تريكه يخش الملعب يدخل، هوبا زاد فيها زاد فيها، خدها واحد اثنين ثلاثة، ممكن قرار التصويب، بيدور على ابو تريكه، عمل له قوية جدا الحقيقة شتيبة هنا. ادي ابو تريكه بيدور على العرضية، انما ادي اللاعب ديارة اللي تألق في هذا اللقاء، والعرضية العرضية هوبا ابو تريكه ابو تريكه، والهدف الثاني لرونالدو. ادي ابو تريكه بيدور، مفيش تسلل خالص، وادي حكم اللقاء هنا بيدي الهدف الثاني لدى فريق رونالدو، هدف الثاني محمد ابو تريكه اللاعب العربي المصري لاعب نادي الاهلي المصري بيسجل الهدف الثاني لدى فريق رونالدو من خلال احداث اللقاء، بعد ما خبطت هنا يعني في اللاعب ديارة، استلم كويس استلم كويس وحطها ببطن القدم. ادي يعني حكم هنا المخرج عفوا المذيع الداخلي يعلن عن الهدف الثاني لدى فريق رونالدو هنا. ادي محمد ابو تريكه 3-2 نهاية احداث هذا اللقاء الودي الخيري اللي قلنا لحضراتكم اللقاء اللي جمع اصدقاء رونالدو امام اصدقاء زيدان الى متضرري الجوع والفقر في جميع انحاء العالم بهذه الصوره الجميله. احبائي الكرام متابعينا عبر قناه دبي الرياضيه، انهي مع حضراتكم هذا اللقاء.